أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
وكان وعدا مفعولا. وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة
السنين والحساب.
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا
عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على درجات وأكبر تفضيلا أتجعل مع الله إلها آخر لا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا كبار